أهلا بكم إلى نشرة التاسعة، والبداية بأبرز العناوين. اجتماع تشاوري لنواب طرابلس وتبرك في المغرب لبحث المسار السياسي والتمهيد لجلسة كاملة داخل ليبيا. بعد اقتراح أمريكي ألماني، روسيا تمنع إدراج ميليشيات الكاني في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان. وفاة عائلة مكونة من 9 أشخاص في عين زارة اختناقاً بثاني أكسيد الكربون صادر عن مولد كهربائي. أهلا بكم مجددا. توجه أعضاء مجلس النواب الليبي إلى المغرب لعقد اجتماع تشاوري من أجل التئام أعضائه بعد تلقيهم دعوة مغربية بهذا الخصوص. وقال مجلس النواب المغربي الذي وجه الدعوة إنها تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لتقريب الرؤى بين الليبيين وتمكين مجلس النواب من القيام بمهامه. أعضاء مجلس النواب المنقسم على موعد جديد في المغرب لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضائه تحت سقف واحد عقب دعوة وجهها رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي. يقول المغرب إنها تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لتقريب الرؤى بين الليبيين وتمكين مجلس النواب من القيام بمهامه المنوطة به لتذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا. أعضاء مجلس النواب من جانبهم لبوا الدعوة المغربية وبدأوا في التحرك نحو المغرب لعقد اجتماع تشاوري الاثنين القادم. وبحسب عضو مجلس النواب خالد الأسطى، فإن الاجتماعات ستناقش آخر تطورات المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، إضافة إلى توحيد والتئام كامل أعضاء المجلس تمهيدا لعقد جلسة كاملة داخل ليبيا. وبالنسبة لعضو مجلس النواب محمد الرعيض، فإن التئام مجلس النواب بكامل أعضائه أمر ضروري للقيام بأعماله المنوطة به، والتي من بينها التوافق حول المناصب السيادية مع مجلس الدولة ومناقشة ملف الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية إلى جانب الاستحقاق الدستوري قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. بينما قالت عضو مجلس النواب سارة السويح إن الهدف من اجتماع النواب في المغرب هو استعادة المجلس لدوره المنوط به تمهيدا لمرحلة الانتخابات، موضحة أن الدعوة موجهة إلى جميع الأعضاء بما فيهم رئاسة المجلسين دون استثناء، وأن التعاطي معها يجب أن يكون إيجابيا لأجل إنهاء الانقسام الحالي. وينتظر في حال اتفاق الأطراف أن تعقد جلسة في إحدى المدن الليبية بنصاب كامل لتمكين المجلس من عمله، لا سيما في مجال المصالحة الوطنية والاستحقاقات الدستورية التي تسبق الانتخابات. شددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لكي يتمكن الليبيون من سحب العناصر العسكرية من منطقتهم وإخراج العناصر الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق احترام حظر الأسلحة وعدم إرسال المزيد من المعدات العسكرية والأسلحة إلى البلاد. هذا وطالبت ستيفاني جميع الليبيين بمنع من يصرون على إبقاء الوضع على ما هو عليه من سرقة هذه الفرصة، منوهة إلى وقوفهم مع الليبيين حتى يسترجعوا سيادة وطنهم بحسب البعثة الأممية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجندري خلال لقائه سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير على موقف تونس المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصل إلى حل
يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا. هذا وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي ذكر خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بموقف تونس المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة، وحرص بلاده على الوقوف إلى جانب الليبيين من أجل تركيز مؤسساتهم الدائمة. ومن جانبه أكد السفير التركي عزم بلاده على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين. وللحديث حول زيارة أعضاء مجلس النواب إلى المغرب ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من إسطنبول مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش. أهلا وسهلا بك دكتور نزار. ابتداء المغرب مرة أخرى سبق لها أن حققت نجاح في الأزمة الليبية واختراق مهم جدا تمثل في الاسخرات، تبعها بعد ذلك موضوع بوزنيقة. ما مدى إمكانية أن تنجح المغرب مرة ثالثة في لم شمل مجلس النواب المنعقد سواء في طرابلس أو طبرق بجلسة كاملة النصاب؟ هذا في احتمال كبير أن يكون هناك اجتماع يعني للمجلس النواب وأن يلتئم شملة، هذا ليس مستحيلا، وعسى الله أن يجعل بين الذي يعني بين الذين كانوا متعادين وكانوا بين عداوة أن يصطلحوا، يعني ليس مستحيلا على الليبيين أن يتفقوا، وأن يعني تجد من كان بينهم عداوة تجدهم مع بعضهم البعض ويجلسون في جلسة واحدة، يعني هذا ليس مستحيلا من حيث المبدأ. لكن ما يحدث في المغرب الآن يفسره كلمة واحدة من خلال بيان مجلس النواب، وهي إعادة الملكية المحلية للأزمة الليبية. وهذا مصطلح في الأمم المتحدة يعني أن مساعدة الأطراف النزاع على المبادرة، على القدرة على إخراج رؤية حقيقية لهم. أظن أن ما حدث في تونس أوحى للمغرب بأن هناك اختطاف من البحث للمسار في ليبيا، وهو المسار الانتخابي الذي يبدو أنه مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ستيفاني ويليامز والبحث يعني تابعا لذلك. لذلك المجلس النواب يريد أن يرد على ذلك، وكذلك المغرب تريد أن تقول أن هذه الأزمة هي أزمة ليبية في ابتداء. فبالتالي طيب هذا المسار عند هذه النقطة يجب، إذا ما كانت المغرب تخشى من اختطاف الملف الليبي عبر البعثة وما جرى في تونس يدل على ذلك وفق إشارتك دكتور نزار، هذا السعي المحموم من قبل الدول الإقليمية وإن كان في هذا السياق بالنسبة للبعض هو محمود جدا عكس بعض الدول التي تدعم بالسلاح وبالعتاد العسكري وتؤيد الحرب، إذا ما كانت المغرب اليوم مثلا ترعى اجتماع لمجلس النواب، تونس قبل ذلك اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الجزائر لربما يوم غد وبعده سيكون القاهرة، هذه الاجتماعات هل كلها تصب في خانة واحدة أم أنها تسعى لربما لتفكيك الأزمة الليبية كل حسب ما يرى مصلحته في ليبيا؟ هو التفكيك قائم، التفكيك ليس من الدول الإقليمية، بالعكس الدول الإقليمية تريد أن تسبق المجتمع الدولي لوجود إيجاد رؤية واحدة ليبية، خاصة دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس، التي كان موقفها منذ البداية موقف مشرف وموقف أخوي بعكس الدول أخرى يعني. لذلك الآن في إمكانية، لكن المشكلة في الفاعل السياسي الليبي أنه هو الذي يفكك المشهد الليبي، يعني الآن مجتمعين في المغرب ليس من أجل إيجاد رؤية لليبيا، هم فقط ليجتمعوا هم. هذا التفكيك يضر بقدرة الفاعل السياسي الليبي على أن يكون مواجه لهذه الأطراف الدولية. لذلك كل ما ضعفت الرؤية المستقبلية للفاعل السياسي الليبي تقدمت الرؤية المستقبلية لدول أخرى، خاصة الدول الكبرى التي تملك آلية. لذلك يغوص الليبيون في الحاضر بينما يصنع الآخرون مستقبلهم. هذا الإشكال يعني لن يتحقق إلا بتوحيد الرؤى، لن يكون أن يكون الهدف لا ليس توحيد المؤسسات فقط، بل وضع خارطة يتفق عليها الجميع في الشرق والغرب والجنوب، كما حدث يعني المقاربة الأقرب ما حدث في الثورة. الثورة لم يكن مصطفى عبد الجليل يسعى لإيجاد شرعية لنفسه، ولا محمود جبريل، ولا عبد الرحمن شلقم، ولا اتحاد ثوار ليبيا مثلا، كل كان يسعى
إلى رؤية مستقبلية عرضت على العالم والعالم وافق عليها. لكن الآن نحن نفكك المشهد الليبي. من يفكك المشهد الليبي هم الفاعل السياسي الليبي. لذلك أنا أنصح أن توضع رؤية متكاملة من نواب ومن المجلس الرئاسي ومن الجميع تعرض على المجتمع الدولي. هنا ساعتها سيكون المجتمع الدولي تابع لرؤية مستقبلية ليبية. أما نحن طيب الآن سؤال أخير وفي عجالة دكتور نزار، رؤاهم المستقبلية. ماذا لو عقد مجلس النواب جلسة كاملة النصاب؟ أي تقدم سيتحقق في الأزمة الليبية، لسيما في الموضوع الاقتصادي، المصرف المركزي، الحكومة وتوحيد المؤسسات، فضلا عن القاعدة الدستورية ممثلة في المسودة الآن؟ إذا استطاعوا أن يجتمعوا وأن يوازنوا السلطة التنفيذية الموجودة في المجلس الرئاسي هذا سيكون عمل جيد. سيكون هناك توازن في السلطة، القرارات تصبح أكثر قانونية، الفعل السياسي سيكون أكثر نضجا، ممكن يكون ذلك مقدمة لإحداث رؤية حقيقية. لكن هل يستطيع ذلك؟ نتمنى ذلك. بالعكس أي خطوة الآن نحو الحوار والتوافق يعني مفروض أن تدعم، لكن أظن أن يجب أن تكون ضمن رؤية متكاملة كما أسلفت. أشكرك شكرا جزيلا مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب من إسطنبول. وإلى خبر آخر، حيث منعت روسيا الجمعة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن من إدراج ميليشيات الكاني في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنها تريد المزيد من الأدلة على أنهم قتلوا مدنيين. وقالت وكالة رويترز الأنباء إن الولايات المتحدة وألمانيا اقترحتا على لجنة العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على الكانيات وزعيمها محمد الكاني، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل بسبب اعتراض روسيا. هنا داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث تحاك خيوط السياسات الدولية وتحدد الدول دائمة العضوية ملامح الملفات الكبرى ومصائر شعوب العالم، الملف الليبي ليس استثناء، خاصة أن استمرار الأزمة يعود بالدرجة الأولى إلى عدم التوافق داخل المنظمة الأممية، حيث تتمسك كل من روسيا والولايات المتحدة بهذا الملف، بل تتصارعان من أجل إثبات النفوذ. وبعد الفشل في الاتفاق على نشر التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا في سبتمبر الماضي، تتدخل روسيا على الخط مرة أخرى وتمنع لجنة العقوبات داخل مجلس الأمن من إدراج ميليشيات الكاني في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان التي اقترحتها واشنطن وبرلين، وقالت إنها تريد المزيد من الأدلة أولا على أنهم متورطون في قتل المدنيين. وهنا أوضحت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وألمانيا اقترحتا على لجنة العقوبات المعنية بليبيا تجميد أصول وحظر سفر الكانيات وزعيمها محمد الكاني، لكن هذا المقترح الذي يتطلب موافقة 15 عضوا في مجلس الأمن باء بالفشل بسبب رفض موسكو إدراج هؤلاء الميليشيات في القائمة السوداء، وربطت دعمها بما سمته دليلا قاطعا على تورطهم. الولايات المتحدة وألمانيا وفي اقتراحهما الخاص بالعقوبات أكدتا أن منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأمم المتحدة في ليبيا تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الكاني ضد أفراد ومسؤولين حكوميين وأسرى ونشطاء المجتمع المدني في مدينة ترهونة بقيادة محمد الكاني، وقد شملت عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل. لكن فيما يبدو أن تحميل ميليشيات الكاني مسؤولية الجرائم التي حدثت في ترهونة بمعزل عن حفتر لا يعفيه من المسؤولية، خاصة أنها كانت تأتمر بأوامره ونفذت انتهاكاتها تحت اسم الجيش الوطني الليبي، وكأن المقترح الأمريكي الألماني أعفى حفتر وأخرجه من دائرة المساءلة رغم الأدلة القاطعة التي تدينه والتي كشفت عنها المقابر الجماعية والجثامين التي تم انتشالها. ودون الخوض في نوايا هذه الدول، يؤكد بعض المتابعين أن ما حدث في ترهونة لا يعفي حفتر ومن معه من المسؤولية، خاصة بعد الكشف عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبتها ميليشياته بين أبريل 2019 ويونيو 2020 في المدينة، وهو ما جعل المحكمة الجنائية الدولية تعلن أن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية.
للتعليق على هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي السيد عبد السلام الراجحي. سيد الراجحي، طلب روسيا لمزيد من الأدلة حتى توافق على إدراج الكانيات بقائمة سوداء، كيف يفهم؟ مساء الخير لك بالسادة المشاهدين. قبل 2019 روسيا لم تعرقل أي بيان أو قرار مجلس الأمن خاص بليبيا. بعد 2019 روسيا هذا خامس مرة تعرقل قرارات أو بيانات من مجلس الأمن. كان أول عملية عرقلة قامت بها روسيا يوم 8 أبريل 2019، يعني بعد 4 أيام من بداية العدوان على حفتر العاصمة طرابلس. كان بريطانيا قدمت بيان يطالب إصدار بيان مجلس الأمن يطالب حفتر بوقف عملية الإطلاق، وقف إطلاق النار. روسيا عرقلت هذا الموضوع. أيضا في فبراير الماضي، في 6 فبراير الماضي، أيضا روسيا عرقلت قرار من مجلس الأمن خاص بمخرجات برلين، وطالبت بحذف جزئية إخراج المرتزقة من ليبيا. يعني هذه الجزئية رفضت إدراجها بأن يطالب مجلس الأمن في قراره إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا. في سبتمبر الماضي أيضا روسيا عرقلت إصدار بيان أو تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الذي يكشف عن الدول المتداخلة في ليبيا والتي ترسل السلاح وتنتهك قرارات مجلس الأمن والتي تساهم في قتل الليبيين. في 8 من هذا الشهر، في 8 نوفمبر من هذا الشهر، حسب دبلوماسي روسي، صرح العديد من وكالات الأنباء أن روسيا عرقلت قرار من مجلس الأمن خاص باعتماد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 5+5، ورفضت روسيا أن يصدر قرار مجلس الأمن يدعم هذا الاتفاق الذي وقعه الجيش الليبي تابع لحكومة الوفاق الوطني وممثلين عن خليفة حفتر في جنيف. هذه المرة الخامسة التي تعرقل روسيا عبر في مجلس الأمن بإدراج ميليشيا الكاني في قائمة السوداء، وهذا يعطي مؤشر أن الروس سيستخدمون في المستقبل أي حق الفيتو وسلطتهم المطلقة في بحكم أنها دولة عظمى ومن الخمسة الكبار في عرقلة أي اتفاقيات. يمكن حتى يصل الموضوع إن خرجت اتفاقيات الحوار في تونس أن نتائج هذا الحوار لا يخدم المصالح الروسية، قد روسيا تعمل على إيقافه وعرقلته كما حدث. طيب سيد الراجحي، هل اعتقاد موسكو أن إدانة الكانيات ستدين حفتر وبالتالي إزالته من المشهد هي السبب الرئيس وراء منعهم أو اعتراضهم أو تدخلاتهم المستمرة؟ لا أعتقد، لأن هو القائمة السوداء رغم أنها هي خطوة جيدة لكن مش مهمة كثير حقوق مقارنة بالجرائم، يعني عبارة عن تجميد الأرصدة ومنع من السفر محمد الكاني. يعني محمد الكاني هذا يقدر يسافر للأردن بحكم أن هناك تنسيق مع العارف النايت حسب التسريبات الصوتية، يقدر يسافر للإمارات بحكم أن هي دولة داعمة لي، يقدر يسافر لمصر وأيضا السعودية، هذه الدول كلها الداعمة لحفتر يستطيع زيارتها حتى لو كان أصدرت مذكرة أو أصدرت بمحمد الكاني في القائمة السوداء. عقوبات خفيفة، لا يعني ما مقارنة بالجريمة كان المفترض يكون أكبر من هيك. يجب الآن إذا كان حقيقة المجتمع الدولي بدأت الدول الكبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا التي تريد حل الأزمة الليبية، يجب التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. أيضا يجب على القضاء الليبي والمكتب النائب العام التحرك. إذا يجب سيد الراجحي التحرك من عديد الاتجاهات. نكتفي معك بهذا القدر. المحلل السياسي سيد عبد السلام الراجحي كنت معنا عبر خدمة سكايب، ونعود مشاهدينا إلى الموضوع المتعلق بالاجتماع التشاوري في المغرب، وينضم إلينا لمزيد من التفاصيل حوله من طنجة عبر الهاتف عضو مجلس النواب السيد عبد الله اللافي. سيد اللافي، أولا كم عدد النواب الذين وصلوا المغرب حتى الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية لك كريمة وتحية لكل متابعي قناتكم الموقرة. وصلنا حدود 70 نائب تقريبا إلى مدينة طنجة مساء هذا اليوم. إذا وصل 70 نائب إلى مدينة طنجة حتى هذه اللحظة، هل من المتوقع أن يصل أعداد أخرى أو تصل؟ نعم، نحن في انتظار زملائنا النواب من المنطقة الشرقية وبالتحديد من مطار بنينة
كانت الرحلة الخاصة بالسادة النواب من المنطقة الشرقية اليوم مساء هذا اليوم، لكن تقريبا حسب ما سمعنا لأمور خارج الإرادة تعطلت الرحلة، وغدا إن شاء الله ننتظر زملائنا النواب. حتى نستوضح هذه النقطة، هل الرحلة للسادة النواب من المنطقة الشرقية تأخرت لأسباب لوجستية لها علاقة بالمطار أو غيره أم لأسباب أخرى؟ الرحلة كانت معدة من صباح اليوم على أساس الرحلة تخرج من مدينة طرابلس من معتيقة ورحلة من مطار بنينة. الرحلة من مطار معتيقة وصلت بسلامة الله، ورحلة مطار بنينة تقريبا لظروف لوجستية تأخرت الطائرة حسب ما سمعنا، لأن إن شاء الله غدا صباحا ستنطلق الرحلة من مدينة بنغازي إلى طنجة إن شاء الله. طيب سيد اللافي، هل من معلومات عن عقيلة صالح؟ هل سيكون من بين النواب الموجودين بهذه الطائرة؟ هل وافق على الحضور أصلا؟ إلى هذه اللحظة لم تصلنا معلومات بأن السيد عقيلة صالح يحضر أم لا، ولكن في كل الأحوال إن كل السادة النواب الحضور هنا إلى مدينة طنجة سوف يحضرون بصفاتهم كنواب، لا وجود للرئاسة، إنما لقاء تشاوري للسادة النواب تمهيدا لانعقاد إن شاء الله جلسة رسمية في إحدى المدن، إما مدينة قدامس أو مدينة سرت. طيب فحوى الاجتماع هل سيكون فقط، أو هذا اللقاء التشاوري هو التئام مجلس النواب، أم هناك ملفات نعم. أخرى ستطرح على الطاولة؟ نعم سيدتي الكريمة، كما يعلم الجميع صعوبة الالتئام مجلس النواب وانعقاد جلسة نواب رسمية بنصاب تعذرت انعقادها بسبب الظروف الموجودة المحيطة في بلادنا. الأمر الذي دعانا إلى مكان نلتقي فيه وجهت دعوة من رئيس البرلمان المغربي إلى السادة النواب بالحضور إلى المغرب لإمكانية التشاور تمهيدا كما قلت لك إلى انعقاد جلسة رسمية إن شاء الله. لأنك ذكرت معضلة عدم اكتمال النصاب، إن اكتمل النصاب في المغرب أو أي مدينة نعم. مغربية في الداخل، هل من المتوقع أن تتحدثون عن قرارات بعينها؟ لا، لقاؤنا في المغرب جلسات تشاورية للكيفية التي يلتئم بها مجلس النواب إن شاء الله. طيب عديد النواب تحدثوا حتى في مداخلات مع شاشة ليبيا الأحرار عن لقاء مرتقب عقب هذا اللقاء التشاوري سيكون في ليبيا، لو تعطينا معلومات عن المكان عن الزمان. نحن إن شاء الله كما قلت لك هذا اللقاء هنا في المغرب لقاء تشاورية نستطيع من خلاله وضع جدول أعمال إن شاء الله. هذا جدول الأعمال هذا يتعلق برئاسة مجلس النواب في بعض القرارات إن شاء الله، وسوف يكون في مدينة إغدامس إن شاء الله أو مدينة سرت، لم يتم تحديد المكان إلى غاية الآن. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات سيد عبد الله اللافي، وأنت عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف من طنجة. قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا تحت تصرف عملية إيرين البحرية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممية على ليبيا. من جهتها كشفت وسائل إعلام روسية عن تزويد الإمارات لحفتر بمنظومة دفاع جوي جديدة من طراز مرافا صربية الصنع، استخدمت خلال مناورات لوحدات ما يسمى لواء طارق بن زياد التابع لحفتر. نتابع التفاصيل. بعد اتهامها بلعب دور غير محايد تجاه مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، عملية إيرين البحرية تحصل على دعم إضافي لتنفيذ مهمتها في المتوسط. الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا تحت تصرف عملية إيرين لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط. تصريحات بوريل هذه جاءت عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أكد فيها تحسن أداء العملية بعد تزويدها بأربع سفن حربية وأربع طائرات تعمل بدوام كامل، مشيرا إلى أن إيرين تحتاج لأقمار صناعية وطائرات استطلاع وسفن اعتراض.
تطورات تأتي بعد أيام من زيارة قائد عملية إيرين البحرية لطرابلس الأدميرال فابيو أغوستيني رفقة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، أكد فيها حيادية إيرين تجاه الأطراف الليبية كونها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ حظر توريد الأسلحة لليبيا. وفيما يتعلق بمراقبة توريد الأسلحة عبر البر والجو، قال قائد عملية إيرين إن هدفهم وقف جميع أنواع الاتجار غير المشروع بالأسلحة في البحر والجو والبر بغض النظر عن الجناء، وهو ما طالبت به حكومة الوفاق في أكثر من مناسبة عبر انتقادها الصريح لدور إيرين في غض الطرف عن الدعم المتواصل لحفتر. وفي الوقت الذي انتقد فيه وزير الدفاع المفوض صلاح الدين نمروش دور عملية إيرين الذي وصفه بغير المحايد، كشفت وسائل أعلام روسية عن تزويد الإمارات لحفتر بمنظومة دفاع جوي جديدة من طراز مورافا صربية الصنع، وهو ما يعزز انتقاد حكومة الوفاق لآلية عمل إيرين وتغاضيها عن دعم أبوظبي لحفتر. عملية إيرين البحرية ورغم الانتقادات التي وجهت لها منذ انطلاقها في مارس الماضي، إلا أنها رصدت 120 رحلة جوية مشبوهة تحمل شحنات عسكرية ذهابا وإيابا إلى ليبيا عبر 25 مطارا ومهبطا. ووفقا لمراقبين، فإن نجاح إيرين يبقى رهن حياديتها في التعامل مع الأطراف الليبية دون استثناء. أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي السبت بوفاة عائلة بروين المتكونة من 9 أشخاص في عنزارة تريغلابيار جنوب طرابلس. هذا وأكد الهاشمي لليبيا الأحرار أن التقرير الطبي الشرعي أثبت وفاة العائلة اختناقا بسبب ثاني أكسيد الكربون الصادر عن مولد كهربائي مهترئ كان المتوفى قد وضعه داخل البيت. تبدأ القصة في مخيلة الرجل منا حين يخرج إلى العالم، يسعى ويكد ويتحمل حلو الأيام ومرها، ويضع نصب عينيه ذاك الحلم الصغير الكبير، بيتا وزوجة أحبها وأطفالا، غرفتين أو ثلاثا وسقفا يحميهم حرارة الصيف وبرد الشتاء، وحيطانا وزوايا تحفظ الود والذكريات. إلا أن العمر قد يأتي بما لا يشتهى ولا تتوقعه الأحلام. أيمكن أن يتخيل الواحد منا أن تأتي النهاية من حيث تمنى البداية، أن يموت وتموت معه عائلته كلها في نفس البيت الذي نسج داخله قصصا وحكايات ودموعا وضحكات. هذا ما حدث مع عائلة فايق بروين وزوجته إلهام وأطفالهم أيوب، أنس، أحمد، أمير، أويس، ريان، ثم رزان. أسرة كاملة من 9 أفراد وجدوا جثثا هامدة في بيتهم بعنزرة، كل في مكانه وكأن الزمن توقف. الزوج وجد نائما في غرفته، والأم مع أطفالها 7 مفترشين الأرض في الصالة، حتى أن الرضيع الجديد كان ما يزال في وضعية الرضاعة بجانب والدته. المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي أفاد بالوصول إلى عائلة بروين السبت بعد وفاتها يوم الثلاثاء الماضي في عنزارة تريغلابيار جنوب طرابلس. وأكد الهاشمي لليبيا الأحرار أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة العائلة اختناقا بسبب ثاني أكسيد الكربون الصادر عن مولد كهربائي مهترئ كان المتوفى قد وضعه داخل البيت ربما خوفا عليه من السرقة. ووصف فريق الطب الشرعي البيت الذي تقطنه العائلة بغير المؤهل للسكن بسبب تعرضه لقذائف دمرت نوافذه وأجزاء منه وخلت بيوت الجيران من ساكنها. هنا وقد كشف السبب وراء الوفاة، يطرح السؤال حول أسباب اضطرار العائلة للعودة إلى بيتهم في منطقة تخلو من مقومات الحياة، عنزارة التي خرج منها سكانها مضطرين بعد العدوان على طرابلس. مرت بحرب ضروس وكانت على خط التماس مع قوة حفتر، فالبيوت فيها إن لم تدمر بوقع السلاح خربت على يد مقاتلي حفتر بعد سطوهم عليها وأحيطت بالألغام. لا بنية تحتية ولا خدمات ولا ساكنين، حتى أصبح التفكير في العودة ضربا من الخيال. إلا أن من لا يملك بديلا غير بيته كعائلة بروين عاد إليها
ليلقى نفس النهاية التي هرب منها، الموت أو النسيان في هذه الظروف. على من يلقى اللوم إذن؟ على من اعتدى بدءا ودمر البيوت، حفتر وقواته، أم على من أهملها بعد الحرب؟ حكومة الوفاق فلا سياسات إعادة تأهيل نفذت، ولا تعويض ولا إسكان للمهجرين إلى حين إيجاد الحل. مطالبات لم تتوقف، لكن لا استجابة. لعل روح عائلة بروين تكون سبباً في الالتفات إلى معاناة العائلات ممن يقطنون المناطق المتضررة من الحرب. وللحديث حول هذه الفاجعة ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية المحامي لدى المحكمة العليا عبد الباسط الحداد من مصرات. أهلا وسهلا بك. إذن فاجعة أخرى تتمثل في وفاة عائلة بأكملها. أبدأ معك من الاستفهام الذي اختتم به هذا التقرير، على من يلقى اللوم أستاذ عبد الباسط؟ على من اعتدى وبدأ الحرب، حفتر وقواته، أم على حكومة الوفاق الوطني التي أهملت مثل هذه المواضيع بعد الحرب ولم تقم بأي سياسة لإعادة تأهيل مثل هذه المناطق؟ أولا مساء الخير ليك وتحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. خبر مؤلم حقيقة ومحزن جدا أن نرى عائلة كاملة في مدينة طرابلس منطقة عين زارة تموت بهذا السبب. سألتني عن المسؤول، لا شك أن الجميع مسؤولين، كل السلطات مسؤولة. المسؤول الأول هو من اعتدى على تلك المنطقة بالسلاح والطيران والمدفعية والقصف ودمر معظم البنية التحتية الموجودة في تلك المنطقة، دمر يعني منع الكهرباء من الوصول إلى تلك المنطقة. هؤلاء لا شك أنه قوات حفتر التي هاجمت المكان في منذ 4/4/2019 حتى تم دحرهم وتم انهزامهم. هؤلاء مسؤولين بالدرجة الأولى، وكل من قضى في هذه الواقعة دمه في رقبة خليفة حفتر والعصابات التابعة له. ولكن أيضا لا يخلو الأمر من مسؤولية حكومة الوفاق و المسؤولين في طرابلس كلهم، الساسة الموجودين، حتى أعضاء المجلس الدولة والبرلمان الذين نراهم يتصارعون، يذهبون إلى طنجة ويذهبون إلى قمرت في تونس وغيرها من الأماكن، في جنيف في غيرها، كل يوم نشوفهم في مكان وهاملين أمر الليبيين. يا أخي العزيز، إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان أميرا للمؤمنين قال جملته المشهورة: لو عثرت دابة في بغداد لكنت أنا المسؤول عنها لأني لم أمهد لها الطريق. هكذا هم المسؤولون حقا، يجب أن يحسوا بأحوال الناس وأحوال الشعوب التي تتبعهم، لا أن يهملهم. هذه العائلة كما ورد في تقريركم الذي ورد مفصلا حقيقة وبين حتى السبب، أن هناك مولد كهربائي مهتري أو مولد كهربائي قديم تم الاستعانة به لتوليد الكهرباء لهذا المنزل ووضع بالداخل. للأسف الشديد أيضا هو خطأ وضع هذا المولد بالداخل، ولكن ضرورات والظرف الذي تعيشه هذه الأسرة ربما كان هو السبب في جعل هذا المولد بالداخل، نسي بعد أن ناموا ربما يكونوا بهذا يعني الكيفية. بعد ذكرك لهذه النقطة سيد عبد الباسط، ابتداء سبب الوفاة وفق المستشار الإعلامي لوزارة الصحة هو الاختناق بثاني أكسيد الكربون نتيجة انعدام الكهرباء، المسؤولية هنا على الحكومة أو على الإدارة العامة للشركة العامة للكهرباء. تحدثت عن خطأ وضع هذا المولد داخل البيت، لكنهم خافوا عليه من السرقة، وهنا مشكلة ثانية تتمثل في انعدام الأمن. إذن المشكلة تراكمية أفضت في نهاية المطاف إلى هذه الفاجعة. نعم، كل ما ذكرته صحيح أستاذ العزيز، لأن شركة الكهرباء هي من ضمن المسؤولين عن توفير الكهرباء لكل المناطق في ليبيا، وهذه المنطقة لا توجد بها كهرباء، مما جعل الناس يحاولوا أن يجدوا كهرباء بطريق اقتناء مولد. وضع المولد حقيقة هذا أمر ربما نقوله في هذه النشرة، لأن حتى نصيحة للناس، مولد الكهرباء يجب أن يوضع خارج الحجرات وخارج المنزل أيا كان السبب
السبب للأسف الشديد، لأن وضعه بالداخل سيؤدي إلى تكاثر ثاني أكسيد الكربون اللي يؤدي إلى الاختناق، وبالتالي يجب دائما وأبدا على كل مستخدم لمولدات الكهرباء الصغيرة أو المتوسطة أن يضع خارج المنزل وفي الهواء الطلق، حتى وإن سرق هذا المولد أو تعرض لأي اعتداء أفضل من أن يحصل عملية اختناق لكل الموجودين في المنزل. هذه نصيحة نقدمها لكل الناس، يعني ورحم الله من قضى في هذه الواقعة، حقيقة واقعة مؤلمة جدا. يا ريت الناس المسؤولين حتى يمنعوا أو يحاولوا أنهم يمنعوا الناس اللي بترجع إلى بيوتها ولا توجد مقومات الحياة في هذه البيوت. يعني يجب على الدولة أستاذ على السلطات المعنية. نعم. رحم الله هذه العائلة ونسأل الله أن يصبر ذويها. اليوم بعد هذه الفاجعة هل من الممكن أن نرى أي تحسن على مستوى الخدمات يقدم لهؤلاء الناس؟ هم عاجزون في حقيقة الأمر، وإلا ما كان لأي فرد يعني لأي مواطن أن يقطن في منطقة يعني خارجة لتوها من أتون حرب، منطقة لا توجد بها أدنى الخدمات، فضلا عن مسألة عدم توفر الكهرباء والماء، وحتى المنازل هي مهترئة وكثير منها هو مسوى على الأرض. هو صراحة الناس اللي نسمع بهم ونعرفوهم خرجوا من منازلهم يئنون من الإيجار لأنهم يدفعوا في إيجارات كبيرة حقيقة في سبيل الحصول على سكن، وبالتالي الناس هتحاول أن ترجع إلى منازلها وبيوتها متى ما قدر لها ذلك ومتى ما تمكنت من ذلك، لكن ما زالت المخاطر موجودة، يعني من مخاطر الألغام إلى مخاطر انعدام البنية التحتية الموجودة إلى عدم وجود الكهرباء إلى غيرها من الأمور الأخرى اللي تصعب معها الحياة، حتى المواصلات في تلك المدن شبه مقطوعة، في تلك المناطق شبه مقطوعة. لكن الأمر يعني كيف نقوله، المسؤولين في الدولة يعني المجلس الانتقال، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، هذا المجلس الذي يسير شؤون الدولة، يجب عليه أن يكترت بهؤلاء ويهتم بهم، يحاول يوفر لهم سبل الرعاية. احنا نشوفه في إشكاليات كبيرة داخل الحكومة حاليا، وزارة الصحة على سبيل المثال لا وزير لها ولا وكيل ولا تشتغل بصورة المثلى، وبصورة حتى الحد الأدنى مش المثلى، الوزارات في معظمها الآن يعني لا تشتغل بالحد الأدنى. وزارة الشؤون الاجتماعية اللي المفروض عليها أن ترعى هؤلاء الناس نشوفه في دورها غايب بالكامل. شركة الكهرباء كما نسمع يعني ما زالت في إشكاليات كبيرة ما بين المجموعة المسؤولة عن إدارة هذه الشركة، وللأسف الشديد يعني في عندها إشكاليات قانونية وإشكاليات تحقيق من قبل مكتب النائب العام مع الكثير من مسؤولينها، ولا نشاهد عملا بالمعنى الحقيقي. يعني أجهزة الدولة يجب أن تشتغل لمصلحة المواطن لا لمصلحة المسؤولين. أشكر. للأسف الشديد نحن لا نرى هذا يحصل في الدولة الليبية في خلال الفترة الماضية، ونسأل الله أن يرحم من توفى، ونتمنى أن يأخذ كل الناس حذرهم ولا تقع يعني وقائع وحدات مماثلة خلال الأيام القادمة. المحامي لدى المحكمة العليا عبد الباسط الحداد، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا ضيفا عبر خدمة الأقمار الاصطناعية من مصراتة. نسأل الله الرحمة لهذه العائلة. آمين. النشرة متواصلة بعد الفاصل. تخريج أكثر من 100 عسكري في مركز عمر المختار للتدريب بتجراء، وذلك بالتعاون مع مدربين أتراك.
الرياضة في العالم يأتيكم في الأوقات التالية. اجتماع تشاوري لنواب طرابلس وتبرك في المغرب لبحث المسار السياسي والتمهيد لجلسة كاملة داخل ليبيا. بعد اقتراح أمريكي ألماني، روسيا تمنع إدراج ميليشيات الكاني في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان. وفاة عائلة مكونة من 9 أشخاص في عين زار اختناقا بثاني أكسيد الكربون صادر عن مولد كهربائي. أهلا بكم مجددا. جرى بمركز عمر المختار للتدريب بتجراء السبت تخريج الدفعة الأولى من منتسبي المؤسسة العسكرية ضمن الاتفاقية الليبية التركية. وأكد القائمون على التدريب أن أكثر من 100 متدرب تلقوا دورات متقدمة لمدة 2 شهر داخل مركز عمر المختار بتاجورة في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري العام وعمليات الإنزال الجوي والبحري. بناء على الاتفاقية المشتركة بين ليبيا وتركيا، ها هي الدفعة الأولى يعلن عن تخرجها بعد تدريب مكثف بمركز عمر مختار بتجراء تلقوا خلالها دورات متقدمة لمدة 2 في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري العام وعمليات الاقتحام والإنزال الجوي والبحري. هذه دفعة من منتسبي المؤسسة العسكرية تلقوا دورات تدريبية متقدمة في عدة مجالات، منها مكافحة الإرهاب ومنها الاقتحامات والتدريب العسكري العام ومنها الإنزال عن طريق من الطائرات والأبراج المرتفعة والإنزال البحري. طبعا عدد الدفعة اللي هو 108 متدرب. المتخرجون شاركوا في وقت سابق في صد العدوان على العاصمة، يأملون في هذه المرحلة زيادة تخريج دفعات جديدة، مؤكدين جاهزيتهم لأي مهمة توكل إليهم لحماية البلاد من أي مخاطر سواء داخلية أو خارجية. أول دفعة نعتبرها مختلطة من جميع أنحاء ليبيا، وزيد أن يخرجوا دفعات أكثر من هيك شوية، وإن شاء الله نكونوا جاهزين لأي مهمة. وعقب حفل التخرج قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إن تخريج الدفعة الأولى يعكس التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا في بناء جيل جديد للجيش الليبي، قائلا إن شباب ليبيا أثبتوا للجميع قدرتهم على مواكبة العلم والتطور، مضيفا في الوقت نفسه إن وزارة الدفاع ستسخر كافة إمكانياتها للدفاع عن البلاد واستكمال مسيرة بناء جيش متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية وفق تعبيره. إن هدفنا وغايتنا هو جيش ليبي محترف قوامه الكيف لا الكم، متسلح بالمعرفة والعلم والتكنولوجيا، يحمل عقيدة وولاء لله ثم وطنه. إن مبدأ تدريب القوات على كل ما هو ضروري من أجل تأمين الدفاع المضمون عن البلد وحماية مصالحها داخل حدودها وفي مياهها الإقليمية وفي مجالها الجوي، مشهد طالما انتظره الليبيون، يؤكد عزم الجهات العسكرية على بناء جيش قادر على حمل راية البلاد وحماية أرضها وبحرها وسمائها والسير بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو فرض الأمن وحماية المواطن من أي خطر سواء بالداخل أو خارج حدوده. أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتح باشاغة قرب استلام الوزارة 10 طائرات هليكوبتر مجهزة بالكامل لتستعمل في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. هذا وذكر باشاغة خلال تغريدة له عبر تويتر أن هذه الاتفاقية تأتي بالشراكة مع شركة إيرباص لتمكين الوزارة من عمليات البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود والسواحل وخطوط تهريب البشر ومهام السلامة المدنية بحسب تعبيره.
أعلن فريق إدارة الجثث ومتابعة شؤون المفقودين التابع للهلال الأحمر الليبي مصراتة بمساعدة السلطات المحلية عن انتشال 5 جثث لمهاجرين غير نظاميين قبالة شواطئ المدينة. هذا وكان مدير المنظمة الدولية للهجرة في فيدريكو سودا قد أفاد في وقت سابق بأن الخسائر المتزايدة في الأرواح في البحر هي مظهر من مظاهر عدم قدرة الدول على اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة نشر قدرات البحث والإنقاذ التي تشتد الحاجة إليها في أكثر المعابر البحرية فتكا في العالم. اعتذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم صدور البيان اليومي لحالة كورونا المستجدة الخاص بيوم الجمعة. هذا وأوضح المركز الوطني في بيان له أن اعتذاره راجع إلى دخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه سيستأنف نشر البيان الخاص بيوم السبت يوم الأحد الموافق للـ22 من نوفمبر الجاري. اختتمت بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي بحسب التحديث الجديد لمنظمة الصحة العالمية وآلية العمل لتطبيقه بحسب مراحل انتشار الفيروس. وبحثت الورشة دعم فرق الرصد والاستجابة بمناطق الجنوب وإيجاد حل للصعوبات التي تواجههم وصعوبات انسياب البيانات ووضع الحلول لها واستمرار التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في الرفع من قدرات فرق الرصد والاستجابة. وشارك في ورشة العمل أعضاء من إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز وأعضاء من مكتب التعاون الفني ومكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات وكذلك ممثل عن منظمة الصحة العالمية بمكتب ليبيا. قام الصليب الأحمر الدولي اليومين الماضيين بتسليم مولد كهربائي لمركز العزل الصحي بمحلة أجار ببلدية وادي عتبة. المبادرة تأتي من أجل تخفيف معاناة أهالي سكان الجنوب خاصة في ظل النقص الحاد في بعض المعدات الطبية والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي وتزايد أعداد الحالات المصابة بوباء كورونا داخل البلدية. نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة في منظمة الصليب الأحمر والأخوة العاملين في مركز عزل من أطباء وإداريين وأطقم طبية مساعدة، لهم منا كل الشكر والتقدير. نتمنى الشفاء العاجل للمرضى في كافة ربوع ليبيا من هذا الوباء. نتمنى من الأخوة المواطنين أخذ الحيطة والاحتراز. طبعا هذا المولد إن شاء الله اللي يكون له دور أساسي أكيد في تخفيف العبء من تدبد انقطاع التيار الكهربائي. كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى عن وضع الإيرادات النفطية منذ فتح الموانئ واستئناف الإنتاج في أغسطس الماضي مؤكدا لقناة ليبيا الأحرار أنها في حالة تجميد غير رسمي. أمر يطرح علامات استفهام كثيرة خاصة بعد تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الجمعة حول إنشاء هيئة اقتصادية دائمة تضمن التوزيع الشفاف لعائدات النفط. الإيرادات النفطية مجمدة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي بشكل غير رسمي منذ أغسطس. هذا ما كشف عنه مصدر مسؤول رفيع المستوى لليبيا الأحرار السبت، موضحا أن البعثة الأممية تنفذ اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع حفتر بشأن فتح النفط، ولكن خارج السياق الرسمي ودون إطار قانوني. وإن صح ذلك فهو يفسر عدم استجابة الوضع الاقتصادي للتعافي سريع الوتيرة للإنتاج النفطي منذ فتح الموانئ واستئناف التصدير والإنتاج، حيث تجاوز مستوى الإنتاج اليومي 1,100,000 برميل، فيما بلغت إيرادات النفط قرابة 2.5 مليار دينار وفقا لتقرير الإيراد والإنفاق عن الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي.
الذي بدوره لم يجري أي تعديلات إيجابية على معروضه من النقد الأجنبي من خلال توسيع حصة الاعتمادات أو فتح الحوالات الشخصية أو حتى الحديث حول صرف منحة أرباب الأسر. فاستمراره بفرض ذات القيود على النقد الأجنبي لا يبشر بتدفق دولارات النفط من حساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي إليه، علاوة على ما قد تحمله ملاحظته التي ضمنت في التقرير حول عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية طيلة السنوات الماضية من رسائل. وما يزيد من التأكيدات بشأن وضع الإيرادات النفطية غير الطبيعي تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الجمعة، والتي كشفت فيها عن مفاوضات مستمرة لإنشاء هيئة اقتصادية دائمة تضمن التوزيع الشفاف لعائدات النفط وفق تعبيرها، إلى جانب قولها إنها ستراجع مع المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء حسابات إيرادات النفط وكيفية إدارتها. طرح جديد لمسألة توزيع الإيرادات النفطية أو الموارد التي كان آخرها في اتفاق النائب معيتيغ مع حفتر في أغسطس الماضي، حيث نص الاتفاق على فتح النفط شريطة ضمان التوزيع العادل للموارد عبر لجنة فنية مشتركة تتولى الإشراف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل لها. فهل تعتبر الهيئة التي كشفت ويليامز عن مفاوضات بشأنها هي الجسم الذي سيلعب دور اللجنة المشتركة؟ وهل سكوت الجهات المعنية بالإيرادات ومراقبتها كالحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة هو تأكيد آخر على التجميد غير الرسمي لها، والذي على ما يبدو لبعثة الأمم المتحدة دور في المفاوضات بشأنه؟ وأخيراً، هل سيؤدي أي تدفق لهذه الإيرادات إلى المصرف المركزي بشكل طبيعي إلى إغلاق تعسفي آخر للنفط؟ نقلت وكالة جلوبال بلاتس عن متعاملين في سوق النفط أن سوق النفط العالمية تمكنت من استيعاب الإنتاج المتزايد والمفاجئ لبراميل النفط الليبية، وذلك بخلاف توقعات وكالات وخبراء الطاقة. وقال أحد التجار في سوق النفط خلال مؤتمر عقد مؤخرا، قال إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن السوق كانت قادرة على استيعاب هذه الأحجام الليبية دون ذعر كبير وفق وكالة الأنباء الليبية. هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في 7 نوفمبر الجاري عن تجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام 1,000,000 برميل يوميا. باشرت فرق الصيانة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية عمل الصيانة للطائرة إيرباص المتوقفة عن العمل منذ شهر فبراير 2018. هذا وكانت الطائرة قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة وعدم التمكن من الوصول لمخازن معدات الصيانة في مطار طرابلس الدولي. يشار إلى أن الطائرة ظلت رابضة في مطار معيتيغا قرابة 3 سنوات ولم تتلقى أي تعويض أو دعم من أي جهة. شهدت سوق الخضروات والفواكه في العاصمة طرابلس ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، هذا ويشتكي المواطنون من نقص بعض أنواعها بالإضافة لأسعارها المرتفعة. نتابع. أسعار متفاوتة للخضروات والفواكه بأسواق العاصمة طرابلس جراء نقص بعض الأنواع منها وزيادة أسعارها من التجار. أغلب المواطنين اشتكى من تذبذبها جراء عدم وجود الضوابط لعمليات الشراء والبيع بالأسواق، إضافة إلى عدم وجود السيولة وتأخر الحصول على المرتبات في بعض القطاعات. خاص احنا الناس الموظفين مرات نقول بال3 شهور ما نخلصوش، يعني بين ربي قصدي من العمل وكذا وظروف الوضع البلاد، والخضرة قصدي سعرها غالية هلبة هلبة بالحق، بدأت الفواكه ما عادش نلحقوا عليها بكل الفواكه، لكن شحفاء بس الا في السوق. قصدي المفروض هذا الحرس البلدي يقوم بواجبه في السوق، يدور على كذا ويحدد التسعير، يعني نبغى تسعير على اقل حساب، تبدا تسعيرها ثابت، تمشي المكان تلقاه هنا مش عارف مرات يقول لك البطاطا انت ب 4 دينار، في جهه ثانيه تلقاه بزوز دينار، البصل امس اخذت على 3 دينار، اليوم اخذت على زوز دينار، قصدي التسعير مش ثابته. حاله ارتفاع الاسعار الذي شهدته الاسواق في المده الماضيه والذي ادى الى ارتفاع ملحوظ في سعر الطماطم الذي ناهز 9 دنانير أرجعه التجار إلى نقصه من سوق الجملة. الأسعار بالنسبة للأسعار في متناول الجميع،
لو كانت السيولة موجودة. الخضرة فيه الخضار بشكل، يعني الخضار يقدر عليها الإنسان حتى العادي اللي ذوي الدخل المحدود، ولكن الفواكه ما يقدرش عليها الإنسان العادي. لو في سيولة وفي مرتبات ثابتة، الإنسان يقدر يتصرف في مرتبة، يقدر ياخذ خضرة، ياخذ لحم، ياخذ كذا، لكن مشكلة السيولة هذه مشكلة. هذه هي اللي معوقة الخضرة، وهذه معوقة الشراء، نسبة الشراء. لو كان فيه مرتبات لكانت نسبة الشراء مرتفعة، لكن فيش مرتبات، فيه الإنسان كيف يتصرف في مرتباته. سوق الخضروات والفواكه في ليبيا صار كالبورصة، فلا وجود لأسعار ثابتة تحكمه، والمواطن ينتظر الحلول من الدولة بتوفير السيولة وضبط الأسعار لكي يتمكن من شراء ما يلزمه له ولعائلته. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اجتماع تشاوري لنواب طرابلس وتبرك في المغرب لبحث المسار السياسي والتمهيد لجلسة كاملة داخل ليبيا. بعد اقتراح أمريكي ألماني، روسيا تمنع إدراج ميليشيات الكان في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان. وفاة عائلة مكونة من 9 أشخاص في عنزار اختناقا بثاني أكسيد الكربون صادر عن مولد كهربائي. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أترك المشاهدين في أمان الله. إلى اللقاء.